ونعود إلى خبر استعدادات وزارة الحج وما تقدمه لضيوف الرحمن، وأيضا حول ما تقوم أو ما يقوم به النظام القطري من عدم تمكين الحجاج القطريين لأداء نسكهم. معنا عبر الهاتف الأستاذ حاتم قاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة. أهلا وسهلا أستاذ حاتم، حدثنا بداية عن استعدادات الوزارة والجهات ذات العلاقة لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتوجه بالشكر طبعا لله تعالى على ما من به على هذا الوطن العزيز من نعمة عظيمة، من أجلها نعمة وشرف خدمة هود الرحمن وزائر مسيح المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا استكملت وزارة الحج والعمرة كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج الكرام منذ شهر شعبان الماضي، حيث اعتمد معالي وزير الحج والعمرة كافة الخطط اللازمة للقطاع الخاص الذي تشرف عليه الوزارة في مجال الاستقبال والنقل والإسكان والتغذية وكذا تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة ونفرته منها. بالأمس كان تطبيق الحلقة الأولى من خطة الوزارة وشركائها في استقبال وفود الرحمن، حيث هبطت إلى مطار الملك عبدالعزيز ومطار أمير محمد بن عبدالعزيز في جدة وفي المدينة المنورة نحو أكثر من 100 طائرة تقل طلائع ضيوف الرحمن بأكثر من 20,000 حاج. نرحب بهم جميعا في هذه الديار المقدسة بعد أن رحب بهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء المقر. نعم. طبعا يعني فيما يتعلق بالرابط الذي وضعته وزارة الحج والعمرة، كان سؤالكم أخي الكريم. نعم، لكن قبل ذلك ونحن نتحدث عن استعدادات الجهات المعنية بشكل عام، هناك مبادرة طريق مكة والتي تهدف لتسهيل قدوم حجاج ماليزيا وإندونيسيا من خلال الخدمات الإلكترونية. نود أن نتعرف قليلا على هذا المشروع، وما هي الدول التي سيشملها أو تشملها المبادرة مستقبلا؟ طبعا هذه التجربة تطبق كما يعرف الجميع لأول مرة، فهي جهود يعني محصلة جهود تضافر ثلاثة جهات أساسية: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة والطيران المدني وغيره من الجهات المشاركة. في كل عام نجد كافة الجهات التي تعمل على قدم وساق على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن لابتغاء مرضاة الله قبل كل شيء. طبعا التجربة هذه طبقت في هذا العام على حجاج أندلسيا وهم يمثلون في العدد أكثر من 200,000 حاج، ومن ماليزيا أظن فيما أعتقد حوالي 25,000 حاج. نعم. فالتجربة تطبق لأول مرة، وحتى الآن يعني بوادر التطبيق ما شاء الله تشير إلى مؤشرات نجاح عالية وتيسير كبير، حيث أنهم لن يضطروا للوقوف في طوابير حفظ الجوازات في المطارات، بل الأمر تعدى ذلك لأنه حتى حقائب الحجاج وأمتعتهم ستصل بعدهم مباشرة إلى المساكن التي أعدت لنزلهم في مكة المكرمة وفي مدينة المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم. نتوقع إن شاء الله هذه التجربة سيكون لها إن شاء الله يعني نجاح كبير، ربما تطبق بحول الله في السنوات القادمة. نعم، في محورنا القادم نعود إلى ما أشرنا إليه في الخبر السابق، وهو تدشين الرابط المخصص للحجاج القطريين والذي نوهت عنه وزارة الحج منذ فترة سابقة. والجميع يعرف أن المملكة العربية السعودية تضع شعيرتي الحج والعمرة فوق كل الاعتبارات السياسية وترحب بجميع الحجاج من جميع أقطار العالم. كيف سيتم تسهيل قدوم الحجاج القطريين من خلال هذا الرابط، وما هي الإجراءات التي عليهم اتباعها من أجل الوصول وأداء شعيرة الحج؟ طبعا وزارة الحج أوفت بما وعدت به من أنه سيكون هناك رابط على موقع الوزارة يسهل للإخوة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة بأنهم يسجلوا من خلال هذا الرابط، ونفس الرابط موضح فيه الخطوات التي يمكن اتباعها. وبالمناسبة نفس الخطوات المطلوبة هي نفس الخطوات التي منحت للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. 5 مراحل: المرحلة الأولى تسجل، ثم تختار خدمة الخدمات التي تروق الراغب في أداء مناسك الحج من الإخوة القطريين. فكل هذه التسهيلات أصبحت الآن لا عذر لأي مواطن قطري يرغب في أداء الفريضة أن يجد أمامه كافة التسهيلات التي وضعت لكافة ضيوف الرحمن
لتمكينهم من اداء الفريضه رغم كل العراقيل التي وضعت امامهم. نتمنى انه هذه العراقيل تزول من جانب الحكومه القطريه، وان يمكن الحجاج القطريين كسائر حجاج بيت الحرام من اداء الفريضه المباركه. وندعو الله سبحانه وتعالى بان يمكن لكافه حجاج بيت الحرام أداء هذه الفريضة في يسر وسهولة. نعم، إذا المملكة العربية السعودية ترحب بالأشقاء القطريين من خلال التسهيلات التي تقدمها لهم لأداء مناسك الحج، وهذه هي التجربة الثانية حتى في العام الماضي رغم المنع الذي واجهه القطريون من حكومتهم لعدم تمكنهم من أداء الحج، إلا أنه كان هناك أعداد شاهدها وتحدثت عنها الكثير من التقارير الإعلامية الذين استطاعوا الوصول عبر استخدامهم لهذا الرابط وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وجدوا كل الترحيب من أشقائهم في المملكة العربية السعودية كما هو معتاد دائما. شكرا لك الأستاذ حاتم قاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة.